وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الأكاديمية للتدريب الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد تحية لو تطلعنا على أبرز مستجدات اليوم. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. اليوم هو اليوم الثاني لهذا البرنامج، برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، التابع أيضا لبرنامج تأهيل، لمدرسة تأهيل المرأة، والذي يقوم على هذه البرامج المختلفة وهذه المدارس الأكاديمية الوطنية للتدريب. ما اليوم الثاني؟ هو اليوم الثاني للمقابلات، مقابلات 360 متقدمة من السيدات والبنات الذين تقدموا لهذا البرنامج. تم تقسيمهم على 3 أيام، اليوم الأول كان بالأمس، اليوم الثاني، وغدا هو اليوم الثالث. هذا البرنامج يخص بالطبع جماهيرات مختلفة، خاصة بتنمية المرأة وتمكين المرأة لوضعها في المناصب القيادية المختلفة وتأهيلها وتدريبها على مختلف المجالات المختلفة، إما من الوزارات المعنية أو حتى من بعض القطاعات الخاصة أو حتى في حياتهم العملية بشكل عام. يركز هذا البرنامج بشكل أساسي على مهارات قيادية، قيادة الفريق بشكل عام، التعاون، التعامل مع فريق، أيضا يخص بعض المهارات الخاصة بملفات الدولة، ملفات المالية، ملفات التضامن، ملفات التخطيط، عدد من المتقدمات أيضا من داخل الوزارات المتنوعة الذين سيشاركون بعد ذلك في وضع الخطى والرؤى المختلفة والاستراتيجيات المختلفة فيما يتعلق ب المظلة الأكبر، وهي استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تقوم عليها مصر في جميع المجالات. هذا التدريب يكون على مدار 223 يوما، يقسم على أكثر من 15 مهارة مختلفة. يتم اختيار المتقدمات بعد التقديم إلكترونيا، هناك المقابلات الشخصية، يتم تحديد بعض المعايير الخاصة بالرؤى الخاصة بهؤلاء المتقدمات، مدى قابلية تطبيق هذه الرؤى على أرض الواقع وإمكانية تطبيقها بالفعل على أرض الواقع، أيضا الشغف وأيضا الطموح للوصول لمناصب قيادية. فسمعنا أيضا بعض المتدربات الذين تحدثوا عن أحلامهم بالوصول لمناصب وزارية، منهم من تحدث عن الوصول لمناصب تمثيلية رسمية مصرية خارج البلاد. أيضا هذه المدرسة وهذه الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم لا تقتصر فقط على هذا البرنامج المرأة تقود، ولكن أيضا هناك برنامج خاص بالمصريات بالخارج وتأهيل المصريات بالخارج والتعامل معهم وتأهيلهم في الملفات المختلفة لتأهيلهم للتمثيل الرسمي المصري في البلاد، إما في البلاد الأجنبية أو حتى البلاد الأجنبية منها العربية ومنها أيضا في الدول الأوروبية وأمريكا وكندا. شارك في اللجان المختلفة خبراء ووزراء معنيين، وأيضا المميز هذه المرة هو مشاركة بعض سفراء الدول الأجانب الذين لهم نظرة خاصة وأيضا لمحاولة يعني ربط الفكر المصري بالفكر أيضا العالمي بشكل عام والتحديد على بعض وتحديد النقاط الهامة المرتبطة بين هذه الأفكار. نعم، حسنا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.